حركة حلوة أصلا هنا هنا هذا انتبه منها ترى عندها داعمين وداعمين هذول حاطين صورة شماغ وعقار مصورين من الجنب حق الكافيهات ما أبغى يا أخي أدخل أدخل مع مين ندخل مع منصور منصور ما دخلنا معه اليوم هو وجه ذا وتقويمه أبغى أجلد عيال أبي أتضارب معليش ندخل مع مين وش كانوا متسد النفس يا إخوان خادق على ذهب التقويم معليش قيم طلال من 10 طلال فوق التقييم طلال معليش يعني اوب 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 بخ 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 تصاميم تحت مع مين يا عيال خلاص منصور يا ريت تجلس هنا يا اخي ما طول يا اخي ما شبعت من والله يا عيال اقول لكم شيء بس ما تعلمون احد والله والله بقول لكم معلومه ترى منصور ما تكت معه كثير هنا بالرياض كل وقته نايم اخونا بالله ما يصحى الصباح كنا مداوم وانا ما اصحى نومنا عكس ترى مره ما جلسنا مع بعض كثير عاد معليش ما دفع لي فلوس زياده على الجلسه انا الجلسه تنشر بفلوس معليش منصور تعبنا نمشي مشي حساب بعدين حساب بعدين لا بسم الله والله بسم الله خالد لا معلش خلنا حش شوي ممكن خلكم خلكم معي والله خلكم معي دقيقة دقيقة حبيبي أنا ما حطيت فلتر نظارة كيف دقيقة هذا ايش هذا ايش اوكي قلنا الجاثوم يجي مره واحده في في الحياه بس ما يجي مرتين هذا ايش معليش شركه هادر شوردز ما قصرت شركه دوف ما قصرت كلهم حاطين كريمات وزيوت للشعر هذا ايش ما ينفع احذف سنابي من ورا هالصوره من الخرشه معليش ما حد راح يقول باد جور او انه واو ما كذا عرفت دي اللي لا معليش اليوم يوصل لها زيت ويفضل زيت من اي يصرفوا لها اي زيت لو زيت طبخ ما عندي مشكله مستحيل انا لو احصل واحد داخل عنده بس بيقول واو شكلك يا هبل كف انا عارف ناس يدخلون عنده يا ربي تكفين تجننين لا اوفر ترى لا وصل حده ما هذا اكاد تبررين موقفك معليش افتحين بث وتبررين موقفك على الصورة تهبل يا والله انصدمت اليوم والله انصدمت ترى خلاص تجنن ايش تجنن خلاص كاد احلى وحده ها خلاص تبون هل من اليوم جوالي ما يشحن اه يا ربي اكثر من صدمه كذا ما اقدر تكفى اشحن طالبك عاد هو مكسر خلاص ما بقى شيء على وشك يعني يموت فتكفى اشحن على اخر ايامك تكفى اشحن على الاقل ليش طلال يحبك والله مين ما يحب طلال الله يسعدكم اوه مو فاتح بث منصور يلا مو فاتح السلام عليكم هلا وسهلا اهلا استاذه بشاير هلا ومرحبا اخبارش تمام كيف حالك اللي عنده اختبارات الله لا يبلانا معلش روح ذاكر وانا بعد بذاكر معكم عندي اختبار بعد يومين المهم صدق عندك اختبارات انا عندي اختبار واحد بس
وشو؟ اختبار صبر. اسمع، صدق انت تدرس؟ انا بس عندي مادة واحدة بالجامعة، لها 5 سنوات 6 سنوات، بس مادة واحدة بس عندي اختبار لها، ويا ليتني عاد ذاكرت، ما افهم شيء ولا افقه شيء. وش المادة؟ لو يهمك كان عرفتين. ما يهمني طبعا، بس عشان ندعي اوكي، لك. نحو صرف. نحو صرف؟ هذه في ايه الدراما؟ ايه موجودة عندنا، كيف ما ادري، اسكتي بس. صدق ولا ثانوي؟ تستهبلين، انا بتخرج من الجامعة خلاص، نحو صرف في الجامعة؟ ورب الكعبة انجليزي، قاعد ادرس لغة فارسية، قسم بالله. اصبر، انت تخصصك في الجامعة انجليزي. وتدرس نحو صرف؟ نحو صرف عربي ولا انجليزي؟ انجليزي بعد، كل شيء انجليزي، الله يسعدك، حتى قرآن انجليزي درست. ما شاء الله، تخيل. وكيف اللغة طيب؟ is like my professional language please بشاير. عيب علي أسأل، صح؟ راسب في القرآن؟ رسبت في القرآن؟ الله يلعنكم. رسبت في القرآن؟ بس إذا بالإنجليزي والله صعب، صدق ترى ما لومه. والله إذا بالإنجليزي معلش صعب. قرآن قرآن. وشو؟ أنا رسبت، حملت قرآن قرآن. قرآن عربي؟ مع نفسك، مع نفسك، لا حد يدري، لا حد يدري، خاص بيننا. المشكلة أهلي يحسبوني مو مسلم بعد ما طب اسمع، بسألك سؤال معلش، اسألي. كم المعدل حقك؟ آخ، جبتها على الجرح صح؟ اسمع عادي، ترى ما حد يدري بس احنا. الحمد لله، معدلي في رقم 2، الحمد لله الحمد لله زين، الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد فوقتني لله، الحمد فوقتني لله، يعني على اثنين. 2 من 5 حلوة، يعني حلوة حلوة، الحمد لله، كانت 1 ودفينا أنفسنا شوي، الله يخلي مواد الدين. يعني اي من جد، اللي اسهل شيء هي اللي ترفع المعدل. اللي كاتب يا ربي فاشل، خف علينا، يا اللي مدرك الدرجات أنت، يا صح، واو ضاب انت، دافور. لو دافور ما كان حملت قرآن، الله يسعدك. مع التيك توك والله ما ظنيتي صراحة. من 4 ها في ذمتكم، الحمد لله لك يا رب، 2 من 4، الحمد لله، هذا انجاز، هذا يعتبر خلاص، وشو لازم اسوي 4 احتفال. معدلات الجامعة من 5؟ وشو 4؟ حبيبتي الله يسعدك، ام القرى من 4 اذا ما تعرفين. أنت تدرس أونلاين؟ لا ما احب، احب الحضوري. أنت حضوري؟ تروح تداوم اوكي وتنام؟ والله اشوف، انا بكره مسافر، تدرين رايح الجنوب، أم القرى وينها أم القرى؟ والله هابت جنب جازان، تستقبلين المشاير صدق والله، وين أم في القرى؟ في مكة موجودة، وفي القنفذة موجودة، يعني في عندهم فرعين. أوكي، في مكة، يعني أنت تدرس في مكة وتختبر في مكة، وليش قاعد في الرياض وفي اختبارات؟ عندي والله شغل الأمانة، يعني في الرياض والله. خلاص لا تسأليني، لا خلاص أسأل أشوف إيش عنده. طب إيش رأيك باللي بارد اليوم؟ أوه إيش والله رأيك؟ يعني لا ما ما أكذب حسيت عليكم، بخر؟ أقسم بالله على أساس أنه تغطي، لكن والله ما حسيت أنه تغطي، استانست. متى رحت؟ رحت الساعة 7 يا عيال، والله أقسم بالله شيء والله حلو، والله شيء حلو. احنا وصلنا 9 تخيل، وخلاص 11 طلعونا اصلا. ما مداني لا يعني، الله ما يسعدك، لازم مداني بدري، استمتع ولا استمتع. وحلاوتها يا بشار العصر للمتابعين، ايه والله انا ترو مرة بروح، لازم لازم كل بتصير. فعاليات، بقول الصدق والله بشار، أقسم بالله يا عيال أمشي فعاليات، والله كذا شيء مرة حلو، يعني تدخلون العالم اسبانيا كأنكم في اسبانيا من جد، تعيشون اجواء الاسبانيين، تدخلون اليابان. الأغاني، حتى ريحة الأكل، يا الله، دخلت للهند جاني جوع فظيع، كذا أشم أكل هندي، فهمت؟ أدخل المكسيك كذا أشم لا بهارات لا بشاير، هذه ريحتي. عشان طقمك، والله ينفع مرة هندي آه. صراحة،
بس والله والله لا صدق. انا كنت معهم على فكرة. كملين. لا 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 يستهبل. أقول لك ريحة الأكل، المنتجات، الملابس، الشو اللي قاعدين يسوونها خيال. والله والله إبداع، قسم بآيات الله طيب اللي ريحة، شفته اليوم إبداع. تخيلوا أنا لدرجة قسم بالله على أن مسكين حمد هذا أخويك طري ما إلى ميجي الرياض، ما مشي عرفت أسحب عليه، بس قال العيال ودي أنه يجي. دقيت عليه اليوم قلت له بحجز لك تذكرة، قال ما أقدر أجي والله. شيء خرافي، شيء مرة حلو، شيء جديد مرة مرة كلنا. أنا مبسوطة عليه مرة صراحة. لازم أرجع له مرة ثانية، ومن العصر عشان كذا عرفتوا اللي ما أكون مستعجلة اليوم، بس ركض 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 ركض، ما مداني أدخل محلات ولا أشوف منتجات ولا أذوق الأكل ولا أي حاجة، بس كذا مستعجلة، بس لازم مرة ثانية إن شاء لا الله. والله استانسنا اليوم. دقيقة بشاير، إيش أدرس الصورة. لا بيدرس الزبدة بشاير، مكة. أنا عاد أستاذنك، بطلع بقفل البث. يلا أنا كمان خلاص بيأذن أصلا. يلا يلا نستأذن. يلا أشوفك بشاير، على خير، باي باي باي. باي. وين منصور؟ منصور وين؟ يا عيال انا اقول لكم سالفه ليش انا حملت قران. تبون اقول لكم السالفه ليش انا حملت قران؟ شيء يفشر والله يا عيال، شيء يفشر. اصبر خليني اثبت الجوال هنا دقيقه عشان تزين السوالف. والله انا استحي اتكلم. وين منصور؟ منصور وينه؟ مو طالع. دقيقة، لا لا لا، في ناس مو عارفة السالفة. دقيقة بقول لكم السالفة، والله في ناس مو عارفة السالفة. لا حد يقول السالفة، انطموا خليني اقولها. يا اخي تقويم من راح الكويت وصل ما يرد. يا اخي وش ذا؟ لو كان عندنا بالرياض يرد بسرعة كان امورنا بخير. من راح الكويت تغير. خلنا نفكها، خلنا نحكي لكم سالفة. والله ما عاد صار يدق، تخيلوا. منصور وينك يا اخي؟ يا اخي ارسل لي قست. يا اخي انت مو طالع لي يا اخي، انت مو طالع. اوكي مالك يا رب، استغفر الله لك يا رب. يا اخي انا توني الحين مبطل الكيس، ابي اكله بتعشى. حبيبي ترى اعتبر حاليا فطور. ايش قاعد تاكل؟ ايش هذا؟ ترى ما بياكل معك. هذا ياكل معمول ولا ايش؟ اجرطون ربيان. ربيان. يا الله شميت الريحة وانا ماني موجود عندك. المهم منظور، منظور تغيرت والله. انا توقعتك بالضح ست حلقك. دقيقة انت ضايف. بسد حلقك بالتليفون. ترى اخوي يجيب العيد، انتبه. لا لا خير كيف؟ انت لو ما حد يقول زي كذا زين اللي عليك زينها فلوس فواد جاي دعم 10 ريال. حبيب حبيب انا وين منظور؟ اسمع اخبارك زك ادري عشان رايح انا من الرياض. لا لا حبيبي يا محر الكون. اتحمل بعدين دقيقه. اتحمل تحمل منظور والله. دقيقة والله دقيقة، خلينا نلعب جولة. خلينا أقول لك شيء يا أخي. أنت مشيت يا أخي، ما تكيت معك زي الناس، ولا حلبتك حلب يا أخي، ولا صورتك كثير، ولا أخذتك محتوى، بلا استهبال عاد. يخرب بيتك كل هذا ما حلبتني. معلش في ما حلبتك ذاك الحلب اللي أنا كنت أبيه، إن أنا مرة أعصرك عصر.
ترى هذا ولا شيء، ترى هذا اللي سويته معك ترى ذا شوي يعتبر يعني احمد ربك. الحين الحين كل هذا ما صورتني الى الان. لا الله يسعدك باقي. تكفى اطلب طلب قولي منور. ترى والله كان عندي موضوع قبل شوي يا اخي. يا خلي سالفتك مواضيع كثرت وفضلت كثرت ايش عندك يا اخي؟ اكل تبن انت اكثر واحد فضفض الدنيا كلها والله العظيم. امس امس يا جماعه الخير كنت داعم في بث احد من الشباب ونايم. انا تراني انام في البثوث، انام في البثوث يعني انام هناك في اي بث تشوف فيه فوق معلق فوق اكثر من 10 دقائق اعرف اني نايم. ارحب عوكل يا حبيبي عوكل، فمستحيل اقعد في اي بث في الدنيا. طيب اقنعكم انه ما يصرفني، اقنعكم انه ما يصرف. طيب دقيقه بالعقل يا اخوان. اذا طيب انت طيب بقول دقيقه دقيقه تتحقق تتحقق. خلينا نتكلم خلينا نتكلم. هو غلطان، عارف انه هو غلطان. شفتوا 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 بعينكم شفتوا شفتوا. بتكلم انا بعلمهم مو عشانك انت. طيب يلا يا جماعه الخير انا داعم واسمي فوق يعني فوق هنا وقاعد يمكن تقريبا ساعه ونص ونايم وخلي التليفون مفتوح على جنين وسط. انا ما اعرف انام الا لازم احد يسولف عندي ويدخل ذا البث ويدق علي الظهر الساعه واحدة ويدق علي مرض ويدق علي مرض ويدق علي 20 تريليون مكالمه. الوكال انا نايم يوم قمت الساعه 6 القى سطره هالطول. انتو ما ايش اللي فيك ما يخطيك تقعد تتصرفني تراني شايفك في البث. ابرر 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 ابرر. طيب يلا طيب دقيقة خليك معي الحين ابرر واجرطك صح. غش ليش ما سويت انا؟ لا لا ما لك ما داعي. لا 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 حبيبي انا من اول مو تقهر بررت دوري. طيب حم اولا 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 دقيقة خلنا نتكلم. الدبل الدبل توقف عندك شيء حبيب بعد هالسالفه ما عاد في دبل معليش. ارحب يا صوب يا صوب يا صوب. المهم الساعه 12:35 دقيقه و34 ثانيه اخونا بالله منثور ما يرد على اتصالاتي. فجاه سبحان الله سبحان الله احس لداعم عند شخص ب 865 نقطه في الأخير ما يرد علي. طيب بس أقول لكم الحقيقة، أنت لو بتدعم وبتنام في بث أحد شيء طبيعي بيكون البث عبارة عن بث أنثوي مو بث عن خوية. كيف تنام بث خوية كيف؟ يعني الناس اللي عارفة أن تدعم يعني العكس يعني يا منظور كن معك صريح. فواضح أنه صرفني واضح أنام في بث بنات صح؟ طيب طيب انا اقصد كذا يعني بالعقل مستحيل انا بنام واشوف واحد وجه ذا النفس قدامي معليش. اكيد انك قاعد تصرفني، اكيد بتنهي الصداقه، اكيد انك مو عاجبني، اكيد انه انت كرهني، اكيد يعني حطيت 80 90 احتمال. فمعليش شيء واضح انا مثقل عليك واضح. ممكن كان داعم مين كان في بث؟ كان في بث الظهر، كان في بث راشد، كان متاكد بث راشد. برر برر واضح انك قاعد تصرفني برر. مو معقول ادق مليون مره ما ترد. برر برر. صوتي واضح؟ صوتك واضح اخوي برر. طبعا يا جماعه الخير مثل ما قلت انا رجال ما اعرف انام الا بصوت اي احد يسولف اي احد في الدنيا. ايش معنى ما نمت على صوتي؟ ايش معنى؟ انت اخر واحد انام على صوتك. انت شفتوا 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 بعينكم شفتوا 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 ما دخل. لو سمحت الميكروفون لي المفروض انك انت ما تسولف وتسمع. حقك حقك وابسط حقوقك. عموما يا جماعه الخير لما كان الشاب اللطيف الغبي هذا السنبور ربط البقدونس ما غلط ما غلط انا كنت نايم المفروض انه او يحسن الظن يحسن الظن يحسن الظن مو يقول انت تسربني انت مدري شنو تغيرت علي قاعد تتابع بث مدري من ليش. طيب حط نفسك مكاني تخيل تدق عليه وتحسين بث واحد دقيقه 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 صمة تخيل صمة صمة الى الان ما خلصت حبيبي. ما تسكتنا حبيبي ترى جيت سعودي ما حد سكتك ترى. لا ما تسكتنا ما تسكتنا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي.
يلا سكت. عموما يا جماعة الخير، شوفوا الرجال هذا صح اني انا احبه واحترمه واقدره، بس مشكلته زعولي، والله زعولي زعولي. فانا هذا تبريري وهذا كلامي. تبريري خلص. طيب رفعت الجلسة باقي دوره. حط نفسك مكان يا منصور. تخيل 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 كذا، تخيل انك تدقدق عليه في اليوم مليون مره وستين مره، في الاخير تحصلني موجود في بث واحد داعم، يعني واضح انك صاحي بكامل قواك العقليه وما تبي نعرض عليك، واضح صح ولا لا؟ واضح صح. قاعد تصرفني اذا انت تصرفني قول عادي، قول عادي، ترى بمشي بكرامتي، معليش عندك كرامتي والف ستين مدري ايش عذر. اها اسف، معي حق من ابسط حقوقي على اسلوبك ذا. اوكي جاتك صمام من جبر اخوي، انا ما نشغل القزم هذا عندك انه ما ينطم. لا اجي يا متنمد يا المتنمد نيف. 24 ساعه صور جواله ما يتفشى. وش ذا الجوال معه؟ هذا ايفون 14 برو 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 ماكس. معليش نقول ما شاء الله زين، ما في سيكرت، ما في خصوصيه، ما اجاب الموجود انتبهوا لا ارفع. معليش ما ندري حتى اتكلم يا رب. قول ما شاء الله، قول ما شاء الله. منصور مقص. لا 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 تكفى والله. لا معليش انا قاعد اسمع صوت القرمشه قاعد تعور القلب والله، جوعان يا اخي. اشوف اشوف الاكل. ها دوم ماينه. واضح ليه؟ جابر عين على الاكل ومعطاه وجه منصور، واضح صوف. عرفت 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 ذا اللي طالع بالاكل وعشان يلمح لكم، هذا هو قاعد اكل يا حمار. ما احترمت نفسك جابر، حاليا راح احجز تذكر على الكويت وراح اجي. لا تحجم لا تحجم لا تحجم. سد حلقه. سبني اكثر سبني اكثر عشان احجز حلقه. قلت ابن لا مو تحضرني يا غبي. وهذا انا نحضر شهر واخونا بالله شوفوا بثه، شوفوا ما نحضر. ماسك شيء على التيك توك، ماسك شيء. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. حبوني حبوني يدروننا طيب. منصور ممكن اخذ لفه واجيك؟ خليك خليك بطلع بروح سناب واجيك. ايش سوى الحين؟ احلف اني سواها. اح وبيطلع مني؟ اح هو بيطلع مني؟ هذه بحق انا اشوفها والله. اح قدها والله كبيرة. لازم حبيبي ترى اسمعكم، ترى باقي اسمعكم، رح تاخذ لفه على الاستوديو بس. اشوف احسب انك طلعت رح تاخذ لفه في القستات. لا ابدا لا ابدا ما راح اترككم يا ما راح اترككم. بس منصور عادي اسال سؤال. اتربل تكفون للداعمين تكفون. منصور بسالك سؤال عادي جاب صراحه. انا لعبه يا اخي احب السوالف وانا اكل. قول يلا جو جو بعيدا عن التربل لان في شيء اهم. هذا متاكد جامعك عندنا؟ حلو الصوره لا بس حلو الصوره يا حبيبي. وين حلو الصوره؟ الله يسعدك كانك فهد البناي. حلو. لا لا تغلط على الرجال، لا تشبه. ما غلط ونعم بالرجال معليش، بس الثقه تكفى. رحال منور يا تكفون شي رعم، يا تكفون شي رعم. اتربل شوف وانا اكل برجر شو سكور. حبيبي اقول لك شي منصور، تبي تفوز فوز خلاص ما عاد في فارق، تبي الصدق والله خلاص منصور. تبي تغير وانا اكل برجر يعني؟ شوف تخيل لو انه ما ياكل. تغير والله انا ما غير اكل زق. انت بس تخيل. شوف المستوى، انت بس تخيل بس. شوف المستوى شوف. عاد منصور من سافر جت الفعاليات، والله انك غبي. منصور. انا يا اخوان خلاص فقدت الشغف بالجولات، كيفكم؟ لو ينزل عليه سكور 5 مليون ما عاد فارقه خلاص، والله. دائما. ما غير بنفذ احكام لين الله يفرجها. هبه قلبك. هبه قلبك وكبدك وعينك، الله يبيض وجهك. والله خلونا نسولف، انا من بعد ما شفته ياكل وانا عيني على الاكل اسكت بس. تكفى لا لا لا
حبيبي ترى ما يصير انا معك جوله وانت حس شوي. حلو الاكل طعم يا منصور. والله هذا سؤال يعني يحتاج له تكاليف. يعني معلش يعني مثل يا منصور عزمتك فندق على حسابي عزمني فندق خشي شنو يعني؟ يعني منصور حس شوي. تبيني اعزمك؟ يا ليت. تعال نام عندنا بيتنا. هذا بيذبحني. ادخل وانا فجاه احصل جابر عندي صورني سناب وانا نايم. لا كثير اسف. هذا اقول لك شيء. ها احنا ثلاثه. ايه كل واحد له شفت في اليوم. إيه؟ يعني انا اقوم الصبح جابر يقوم العصر هذا اخوي يقوم الساعه 12. يا اخي خالد اخوك عادي راضي. خالد اخوك هادي كذا ما يصور كذا جالس في امان الله. احس خالد مظلوم بينكم معليش. يا اخي يا اخوان خالد جو رايق عيال كذا هادي ما ادري كيف يمشي معهم معليش. احس خالد من النوع اللي لا معليش يمون مالك. خالد كيوت صح بينا. خالد ريال خالد ريال. بس عندكم جابر وعنده منصور والثاني والثاني في واحد جاء معه الدب الله سوى فضيحه ما تتسوى. الله يقطع ليه. قول قول ما اقدر امسك نفسي في الصور ما اقدر والله اقدر. تكفى تكفى لا تكفى بقطع العلاقه. نيت نيت بريك بريكات بريكات مو راضيه توقف بريكات نيت. لا لا نيت لا تخيل عيال لا يا نيت. اه جابر ها هذه السالفه خلها لي انا بقولها ببثي. تكفى لا امانه تكفى حصلت محتوى طالبك. انا والله ما ابي محتوى. اه صدعت ايش قول بس عادي اشرح نصه وانا بشرح نصه. لا لا منصور راح ينجلط. منصور يا عيال ها اسلم نسمعك يلا خلنا نربط الشماغ دقيقه اصبر عشان نقول السالفه. اتحداك تقول السالفه. تكفى ترى انا ترى انا لا تحدى طالبك. اذا انت كفو قول حال قول قول اذا انت مو كفو وقول قول اذا انت مو كفو. لاحن 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 هاشمية شوف بريلا ضي تخيل عيال تخيل كنا فالوينتر في امان الله في وينترلاند. لا 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 كم معطيك بيوت؟ لا لا بدون معطيني بيوت؟ اي لا 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 كانك مصرية في باب الحارة. لا لا انت لفتك هذه لا. معلش انا اذا مسكت خط بالسالفة انا فيني نوم عرفت فانا لازم اقول السالفة هذه اخر طاقة اللي بقيت معي لازم اقولها. والله انا وصلت طاقتي النهائية بس تكفى. يرحم والدينك يرحم والدينك يرحم والدينك. ما اقدر امسك نفسي منصور ما اقدر ما اقدر صعب صعب. خلاص ما راح اقول السالفة بس بشرط. ها؟ ما راح اقول السالفة بس بشرط. انك تيجي السعودية. وليه ما تجي انت الكويت؟ ليه ما تجي؟ يا اخي يا غبي انت ما انت بجاي شو اسمه؟ اليوم اليوم فاتك بوليفارد وورد الجديد. يا اخي خلي البوليفارد انت حمار انا عندي شغل هنا ولازم اني اروح قطر في دعوة للنجوم سناب شات. اللي انت موحد. انا مو معكم؟ لا ما في نجوم الواتس نجوم التليجرام. خلاص اسمع تعال ادخلك معي والله. حبيبي تخيل عيال يقول ادخلك معي تمام انا عند البوابه ترى والله من طرف منصور والله منصور رد منصور انا وين منصور والله. يلا حبيبي تفضل الله يسعدك. تكذاب. لا لا انا ادخلك مكاني ايش فيك؟ ايه ادخله مكاني انا. ما راح تسحب علي؟ لا والله تعال حبيبي انتم شاشتكم ذاكنها توا جديده كني داخل اكسترا بالغلط غير الخلفيه. مو بشغلك ليش مركز انت على الشاشه ركز علي. معليش خف علينا عاد ركز علي خف علينا يا لو. يا موسم الرياض. انا واحد اسولف معاك المره سمول هذا سمول عريك هذا. ركز علي قهرني سمول عريكه حيل فله الله يسعدك يا نيف. اه جابر
منصور ترى بقول السالفه انتبه. المهم الحكم الاول منصور لا تحكمني، ما لي خلق يا اخي والله ما لي خلق. الحكم الاول تكسر تكسر تقطع السماعه يا ربي رحال. الحكم الثاني رحال ترى مرات الواحد بده يفكر. الحكم الثاني تشقلب على السرير 10 مرات. الحكم الثالث الحكم الثالث الله يمشي. الحكم الثالث يا حبيب القلب. الحكم الثالث ايش؟ معون على الوجه. ربي الله يحط عليك حرب. ربي سويت حياتي ربي. يلا يا نيف يلا 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 راح اقص السماعة الله ياخذك يا رخص. يعني انه ما عنده الا سماعة واحدة، يخرب بيته عنده كراتين سماعات جايبين لك والله خلصت كذاب. ذاك اليوم شاري معي 100 سماعة وين راحت؟ يزن بك؟ ايه